للحديث عن الأزمة الاقتصادية المحدقة في البلاد وتأثيرها على العراقيين معنا عبر الهاتف من هولندا مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى مرحبا بكم. نواب في البرلمان حذروا من سخط شعبي وثورة جياع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراقيون مع تفشي فيروس كورونا، لكن هنا يعني بلد بحجم العراق وثرواته كيف من الممكن أن يمر بهكذا أزمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. إفقار العراق هدف كبير للاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك، وينفذه العملاء المتسيدون على العراق والمتحكمون به بكل حرفية وبكل دقة. هذا الذي يجري هو عملية إفقار حقيقية منذ 17 سنة للعراق، ابتداء من نهب أموال العراق في البنوك العالمية، ويعني ليس انتهاء بعملية الاستنزاف الكبير للموارد الاقتصادية للعراق، وتحديدا أقصد الموارد الطبيعية وتحديدا النفط طبعا، وأيضا هذا التوظيف الهائل، هناك أعداد مليونية من الموظفين والكثير من الإجراءات التي جعلت العراق يعني إلغاء القطاع الصناعي أو تدمير القطاع الصناعي عفوا، تدمير القطاع الزراعي، جعل الموانئ تابعة للأحزاب والعصابات الإرهابية الميليشياوية في الحقيقة. كل هذه الإجراءات وإجراءات أخرى يعني يعرف الاقتصاديون تفاصيلها بكل وضوح، كل هذه تهدف إلى إفقار العراق وتدمير اقتصاده، ليس في المستقبل على المدى الحاضر ولكن إلى المدى المتوسط المقبل أيضا. طيب أستاذ مصطفى، على ذكر الحالة الاقتصادية، يعني يوم أمس استشهد متظاهر وأيضا أصيب 7 آخرون برصاص القوات الحكومية في مدينة الناصرية. هؤلاء خرجوا بتظاهرة تطالب بإجراءات تخفف من كاهل المواطن في هذا الظرف تحديدا، لكن هنا هل تتوقع تظاهرات مشابهة في مناطق أخرى لا سيما مع استمرار حظر التجوال؟ يعني بدءا أنا يجب أن أشير إلى أن موضوع حظر التجوال، الالتزام بحظر التجوال من قبل الثوار أمر بالغ الأهمية، لأن هذا يتعلق بحياتهم وبمستقبلهم وبحياة الشعب العراقي كله، فيجب عليهم الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة ليس من السلطة العميلة التي لا تفرق، التي لا تهتم بشؤون العراق، وإنما هذه تعليمات عالمية فيجب الالتزام بها أولا. لكن لا شك أن هناك يعني تقصير متعمد في مسألة عدم توفير البدائل وعدم يعني توفير لقمة العيش لهؤلاء الكسبة. العراق ليس بلدا فقيرا، العراق بلد ثري في الحقيقة، لكن القائمين على أمره أو أموره هم عملاء لصوص فاسدون غير قادرون على إدارة بلد بحجم العراق وبثروات العراق، ولذلك هم يعني يخفقون نتيجة هذا التقصير المتعمد، يخفقون في كل الملفات التي تسلموا إدارتها منذ 17 سنة. يعني حظر التجوال أستاذ مصطفى، مسألة حظر التجوال والإجراءات الحكومية لمواجهة وباء كورونا ربما انعكست سلبا على كثير من العراقيين الذين يعتمدون يوميا على قوت يومهم. من واجب الحكومة طبعا أن توفر الأساسيات خاصة للأسر المعدمة ومن هم دون خط الفقر، لكن هنا يعني خبراء حذروا من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين خاصة مع هبوط معدلات أو أسعار النفط العالمية. من يتحمل مسؤولية الإفلاس أستاذ مصطفى؟ يعني لا يعود الوضع الاقتصادي او المالي السيء للعراق لانهيار اسعار النفط، اسعار النفط انهارت منذ اسبوعين او ثلاثة فقط، في حين ان العراق يواجه ازمة اقتصادية كبيرة منذ سنوات، هذا نتيجة السرقات الهائلة
ونتيجة الغشوات والفساد وتهريب العملة وغير ذلك والهدر العام وغير ذلك من الإجراءات أو التصرفات المقصودة لتدمير اقتصاد العراق. وبالتالي مسألة العجز عن الرواتب مسألة واردة، ونحن شهدنا أو سمعنا مثل هذه الأخبار، حتى أن وزير المالية الأسبق هوشيار زيباري تحدث في سنوات سابقة في أزمات سابقة عن عدم استطاعة السلطة في بغداد دفع رواتب الموظفين الذين تضخمت أعدادهم بشكل هائل، وهذا أيضا يشكل استنزاف وعبء على الميزانية العراقية. بالمناسبة هؤلاء هذا النظام أو هذه العصابة المتحكمة بالعراق فشلت منذ 17 سنة في توفير مواد البطاقة التموينية التي استطاع العهد الوطني على مدى 13 سنة أن يؤمنها رغم ظروف الحصار الشامل الظالم الذي كان مفروضا على العراق، وكانت الحصة التموينية تصل بعدالة تامة وفي أوقاتها وبأفضل ما يمكن شراءه في ذلك الوقت بظروف العراق في ذلك الوقت إلى أبعد نقطة في شمال وغرب وشرق وجنوب العراق، حتى المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة وأعني بها المناطق في شمال العراق، المحافظات الثلاثة كانت تصل إلى حدود المنطقة خير الخاضعة للسلطة، كانت تصل إليها المواد. وبالتالي هؤلاء لم يفشلوا اليوم في توفير لقمة العيش للعراقيين، هؤلاء منذ 17 سنة يتعمدون إذلال العراقيين وامتصاص خيراتهم وسرقة مواردهم. من أمستردام مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لكم.